مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير البرازي على شكل اصابع. عنا 250 جرام طحين، 100 جرام سكر، 125 جرام سمنة دوبتها، ملعقتين طعم قطر، و55 ملي مي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط السمنة فوق الطحين، بحركهم مع بعض هلا بغطيهن وبتركن يرتاحوا ربع ساعة. بس ارتاحت العجينة ربع ساعة، هلا بنكفي الطريقة مع بعض. بحط القطر والسكر والماي مع بعض. بسم الله. بحركن كمان. هلا بحط فوق العجينة. وبعجنهم كمان. بسم الله. كل ما عجناهم كل ما بتشد العجينة معنا. بس صارت العجينة بهيدا الشكل، هلأ صارت جاهزة للاستعمال. لنكفي الطريقة مع بعض. عندي كوب فستق حلبي، كوب سمسم، 3 معالق طعام قطر، ملعقة طعام سكر، وكمان طحين. بحط القطر فوق السمسم، كمان بحط السكر، بخلطهم مع بعض. بحطهم على جنب، بغطي اصابيعي بالطحين، كمان برجع بشيل شقفي من العجينة بعملها بهيدي الطريقة، برش شوية فستق حلبي بهيدا الشكل، مد العجينة. وقصها بالسكينة. حط عليها سمسم بهيدا الشكل. بضغط شوي على السمسم. هلا كمان بحطها على ورقة الزبدة. هولي بعد ما حطيتهم على ورقة الزبدة، هلا بحطهم بالفرن على درجة حرارة 200، حامي مسبقا من الاعلى والاسفل. هولي اصابع البرازي اللي عملتهم انا وياكم، اخذوا تقريبا بالفرن من 8 دقائق ل 10 دقائق. لنشوف مع بعض كيف طلعوا. بسم الله.
بهيدا الشكل. هول البرازي اللي عملتهم انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.